ودائما بشأن الجزائر، الجزائر التي أعادت سفيرها من جديد إلى باريس بعد أن كانت استدعته نهاية مايو للتشاور على خلفية بث قناتين فرنسيتين فيلمين وثائقيين اعتبرتهما السلطات الجزائرية مسيئين للشعب الجزائري ومؤسساته. معي في هذا السياق من الجزائر العاصمة مراسل مونتي كارلو الدولية فيصل مطاوي. فيصل، ماذا عن هذه العودة؟ نعم، بالفعل حكيم، سفير الجزائر في باريس السيد صالح البديوي يكون قد التحق بباريس هذا اليوم أو أمس، ولكن لا يوجد تأكيد لحد اللحظة من قبل وزارة الخارجية الجزائرية التي كما قلت حكيم قد يعني استدعت السفير في نهاية شهر مايو الماضي بعد بث قناة فرنسية لشريط حول الحركة الشعبية في الجزائر. والسلطات الجزائرية اتهمت آنذاك بعض وسائل الإعلام الفرنسية بالمساس بمؤسسات الجيش ومؤسسات الدولة، والرئيس تبون يعني منذ أقل من أسبوع قام بتصريح حول العلاقات مع فرنسا وقال أن البلدين سوف يكون لهما علاقات بحكم التاريخ وكذلك بحكم وجود جالية جزائرية قوية. وقال السيد تبون أن الرئيس الفرنسي له نية حسنة وذكر بما قاله حول الاستعمار، في وقت صرح اليوم وزير المجاهدين في الجزائر في البرلمان أن السلطات تذهب نحو إعادة بحث مشروع تقييم الاستعمار وإعادة بعض الملفات التي لها علاقة بالتاريخ البلدين وتاريخ حرب التحرير، منها يعني تعويض ضحايا التجارب النووية في الفرنسية في جنوب الجزائر. ولك جزيل الشكر من الجزائر العاصمة مراسل مونتي كارلو الدولية فيصل مطاوي.